سجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر ملياراً و900 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022. كما أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021. أصدر وزير التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي قراراً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022-2023. تتضمن ملامح النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز. كما يتضمن النظام الجديد تمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 25 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي. كانت الحكومة قد أطلقت حواراً مجتمعياً منتصف يونيو الماضي بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص دعماً لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً بختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين قابلتها مبيعات للعرب والأجانب. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق بنحو 11 مليار و900 مليون جنيه، يغلق عند مستوى 693 مليار و600 مليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 والذي فتح عند مستوى 10094 نقطة مرتفعا بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 10339 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة. الارتفاعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي فتح عند 3093 نقطة مرتفعا بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نسجل الدولار الأمريكي اليوم 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع. اليورو 19.15 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 22.58 جنيه للشراء و22.71 جنيه للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع. الريال السعودي 5.08 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع. ذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرينهولم أن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجاً قياسياً للنفط بدءاً من العام المقبل. وقد قالت إن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12 مليون و700 ألف برميل يومياً، وذلك بحلول عام 2023 ارتفاعاً من المعدل الحالي البالغ أقل من 12 مليون برميل يومياً. قالت الحكومة الكوبية إن عدد السياح الأجانب في البلاد هذا العام بلغ 6 أضعاف ما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني أن أكثر من 834 ألف سائح قد زاروا الجزيرة بين يناير ويوليو، وذلك مقابل نحو 141 ألف سائح في الأشهر 7 الأولى من عام 2021.
وتشكل السياحة ثاني أكبر نشاط اقتصادي في كوبا، لكن القيود على السفر بسبب وباء كورونا والحظر الأمريكي المستمر تسبب بتراجع الأرقام في عامي 2020 و2021. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لحكمة وإيمان إليكما. شكرا لك ميرفت.